السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير نتوما لاباس؟ كي دايرين؟ كي داير الاحوال؟ وين انت اختي؟ تفرق وغافر. قالت لك واحد السيده تاع تحصلوا من كانوا العليات كيجري ويجري، وانت كنت راه في راسك ودير من لهنا ودير السليج والسراجم وصابو الباب وفنتر هذا ودير القطيفه ودير كزمته ودير اللحى. الراجل جوعي وعلفي. سلام عافاك، كنتمنك تجاوبني. راه ربي اللي عالم بيا. قفرتي هيا جدك، راني واقفة على الطلاق ورافع عليا دعوة. ضحكت على جوج وصغيرة ويتيمة او حاقرة على جوج. عافاك جاوبني قبل ما يفوت الفوت. عندي بنية، حس بيا. الله يخلي لك البنية يا ربي. انا مزوجة، ما بغيتش بنتي تعيش يتيمة بحالي. أنا مزوجة فيك وزايدة هاد دايرة وحدة تفك. ويمتي خيتي، علاه غي قولي ليا جدك لالياتك من كانوا يبخروا ويجريوا ويعطروا؟ هاد الراجل عل فيه وجدي له واحد المجاور وجدي له ديك العمارة ديال الخيل. إلا ما علفتيش قال لك كربط غتصيب مع الطلقاح. قالوا هالمعلمة الفترة كربط تصيب ما تطلق، ولا بغيتي طالقة ما تلقاي ما تربطي ما تطلق. وين انتي خيتي؟ بالله غي قولي فين كنتي؟ شوفي الراجل قالو كان تولدي معاه وديري معاه اللي ديري معاه يمشي عليك، لان كثروا بنات اليوم والرجال عينه زايغين. العيالات تاني كان عين تاني كان عندنا هنايا اللي خلات الراجل مشات، كاين اللي دارت الخيانة الزوجية، هاديك المنحوسة اللي سرقت الوصفات. فقعد هذاك السرين فهمتي، راه بزاف. واحد تاني كان داك الرباطية، راه بزاف. تعرف ماشي غير لكن انا باش ما نكثرش عليكم، فهمتي؟ باش ما نكثرش عليكم راني درتها لكم. لو كان راك ديري الوصفات وكان راك سلكت هذا مش حال من اللي رافع عليك دعوه. كاين الوصفات ديال الكراهيه وتبدي عليهم تما، ديري النيه توضاي وتصلي واحد جوج ركعات، ودوك جوج ركعات اللي يعني تكوني صليتي صلاتك هذيك التوضيه اللي توضاي ودوك جوج ركعات غادي تنوي فيهم على من واش تفرق واش ترجعي واش ديري واش كتمتى، وديري النيه فهمتي. درك غادي نقول لك، غادي تجيبي صورتك وصورتك تهنيها بالعسل، غادي تجيبي الساكتة والمسكوتة أو الحاكمة تطحنيها وترشيها على صورتك وعلى صورته وتلصقيها، فهمتي؟ غادي تلصقيها هاكا، ومن تلصقيها هاكا غادي تجيبي الكاغد ديال العقد فوتوكوبي، ماشي الآخر ديالك، غير فوتو، نديرو هادي الفوتو، الأصلي نديروه هو هاد، نديرو هادا الأصلي. وهادي فوتوكوبي درنا، غادي نجيبوها وغادي نجيبو هاد التصاور وراه يكون كبير فهمتي. غادي تكتبي في اللول، نسيتلك تكتبي كاع داك اللي في القلب ديالك، وتكتبي صمون بوم ولا في الصورة ديالك ولا في ديالك، وتشدي هداك سميتها هداك العقد وتلمديهو هاكا فهمتي. يعني راني ريت بها في الصحن، عندي اعشاب بزاف، ريت بها شي 70 طلق، ريت من لهنا لاوروب. ها هما شاهدي تعاودات اللي قادات ويجري ويجري، ريت لا في المغرب ولا في الجزائر ولا هنا في اوروب فهمتي. ها هما راه شاهدي، لكن انا عندي اعشاب حر. غادي ديري هكا، درت نفس الطريقه بصح انا درت عليه اعشاب من جديد، لان ما غادي تلقايه. انت غادي ديري غير الساكته والحاكم فهمتي. غادي تشديه هكا وغادي تجيبي شي سيفيطمه، واخا تنعسي بها يومين جيبي شي سيفيطمه فهمتي. وغادي تجيبي السليب ديالك تكوني لابسه في الاول، تلمديه في السليب ديالك عشاك وديروه في السيطر في السيفيطمه فهمتي. هادو غادي ديروه في الثلاجه، الا كانت عندك الصفيحه ديريها ديال الحصان فهمتي، الا كانت الصفيحه ديريها فهمتي، والا كان المنجل عندك المنجل ديريه فوق فهمتي، وإلا كان عندك المهراس ديرو في المهراس، وإلا كان عندك الدكة ديرو في الدكة. المهراس غادي تجيبيه غتقلبيه هكا،
ما تجبديش ياك تجبديها فهمتي تجبديها غير الا وليت من تكون داري تبارد ما تجبدهاش شحال من واحد تقول لك ايوا راني درتها البارح غادي نجبدها لا هذاك راه كيقول لها تبارد غير رجع عندك الراجل ولا الخطيب ولا كسميتها ديريها هاك كان عندك المهرس حسن بقى نحاس ولا حديد ولا كسميتها ما ديرش انا راه عندي النحاس هنا لان كنلقى كنشريها فهمتي كنلقى نضرب في الجاطيات يعني كنلقى في الجاطيات وكسميتها كنسافر فهمتي غادي ديريها ثاني كين غادي نوريك وصفه واحده اخرى غادي ديريها فهمتي هادي غادي دير ثاني كين غادي تجيبي صورتك او صورته هنايا غادي تدهنيه بالعسل وترشيه بالحاكم غادي تجمعيها وتبيدي وحاشاك في السليب ديالك يعني تبدي نعسه نعسه بلاك يعني نعسين معاك في السليب ديالك مبغيتش انا نفسر عاوتاني كتبقى تضحك ولا تقول راه معايا طياره راه زهرك حل معاك اليوم راني عيان خدمنا شي نخلط وجيت مدبدب ديال الغشر فهمتو غادي من ديري هوك سميتها الصفحه تكوني كاتبه فيه كاع داكشي اللي باغيه وتدي ليها صمون بقمر فهمتي تكتبيها هذا غادي تجيبيها من غادي تجيبيهم غادي تجيبي البيجامه ديالك اللي كنتي ناعسه بها فهمتي غادي تشد البيجامه السروال وتجيبي البخور فهمتي غادي تجيبي البخور طبخ غادي تجيبي الفيشن حجرة النصر حجرة الفك دكار وانت غادي ديرو في البيجامة ديرو البيجامة هاد سمحوا لي هاد راه مسخه حاجه كون مزال الشكر ديرو هادي هي البيجامة حنا خاصها تكون هاك فهمتي غادي نكونو دايرين داك المجمر ديرو الفيش العرعار حجرة النصر حجرة الفك دكار وانت فهمتي وإلا عندك تاني كنشدق الجمل ديريها والسكرة فهمتي وديري البيجامة هاكا وتشدي الصورة هنا الصورة تكون شادة غادي تشديها باليمنى غادي نديرها باليسر غادي تشديها باليمنى ها اليمنى غادي تشديها باليمنى باش نوريك لا ديري فهمتي غادي تشديها باليمنى وتبقاي تبخري في السروال ديال البيجامة وتبقاي تبخري تخليها واحد العشر دقايق غادي تشديها وتوقف ليها هاكا باش داك الدخان يبعد هنا غادي تشديها وتطويها هاكا وديريها تحت فراشك فهمتي وديريها تحت فراشك تاني كين غادي تجيبي صورتك وصورت عقلي مزيان وعاودي الفيديو عاود غادي تكتبوا لي في التعاليق ما عارفينش كتبت علاه التليفون كتخلى الفيديو كتخلصوا عليه تريدي عليه وديري كتبت فهمتي غادي تجيبي صورتك وصورته تهنيها بالعسل فهمتي تجيبي الحاكم فهمتي غادي تجيبي التقاشير ديالك اليمنى فهمتي التقشير ديالك اليمنى غادي تلصقيهم مزيان وتدخليهم في التقشيره ديال اليمنى ديالك وديريهم في السطرجم فين يضرب الريحان ها الوصفه سهله ما طبقيها فهمتي قبل ما ديري هذا الشيء خاصك ترتقي اللدون اللي كوليه فهمتي الزربي على راسك اللدون ترتقيه كاع حد السيمانه نهار مو نهار واخا ترتقي خمس مرات ولا سبع مرات في النهار فهمتي ترتقي اللي كوليه صورتك وصورته في السطر وديري غير الدفله والحنطه هادو يحيدو كاع داكشي فهمتي تلي عندها سحر الفرقيه وكسميتها سحر تفريق الكراهيه ديرها فهمتو هادي ديريها وكلشي والعيالات نتوما كاع اللي راكم مزوجين وضاربين الدنيا براكل هادي يجي واحد الوقيته يقال لكم بحال دخلوا تاني كانوا عايروا في عباد الله اذا شتي واحد تراه يدخل يا اختي ويعايروا في عباد الله ما يمتي خير بالله عليكم فهمتي ديري هادي ويا ربي يجمعك بينك وبين الزوج ديالك وبنيتك من بغول الفراق التالت شي واحد لان اللي ضيعو كاع ربي سهل عليكم اللي ضيعو دوك الدراري مساكين كل عاود سهل عليك فهمتي سهل عليك ربي بخدمة ولا بزواج ولا فهمتي علاش المرأة من توظف ما تخرجش من الخدمة ديالها يقولك الراجل خدمة من الخدمة الله تكوني خدامة ويقولك خرجي لان طاح لك الكراط خدمتك يا راجلك ويا بوك لو كنتي خدامة تكوني عزيزة بصح لو كنتي غادي عجنة طيبة يدلوك الله يدلو فهمتي يدلوك نقولها أنا شتنا من العائلات وكي كانوا يضربوهم وتكرفصوا عليهم والعقيزات ديالهم وكلشي وكاين تاني كاين العقيزات مساكين اللي ما عندهم زهر يطيحوا في دوك هادوك العودات تدي لها الولد راه تشوف راه لا في الراجل ولا مرا كلشي تخلط لا اله الا الله
بارك الله عليكم وليلة سعيدة. أوف سلام عليكم، راني عايش.